تخيل تكون لوحدك وبعيد عن سيارتك وسلاحك الوحيد كاميرتك، وفجأة يظهر لك ذئب. ذئب يشوف انك مصدر خطر له، وطبيعي انك حتنظر له بنفس النظرة. ما راح يكون قدامكم انتوا الاثنين الا الصراع من اجل البقاء. يا ترى ايش راح يصير؟ مرة من المرات وانا في رحلة رصد كالمعتاد، طبعا مشيت وشفت لي اثر تتبعته، وقفت وكاني حسيت في صوت وفيه خرفشة في الأشجار. تمركزت في أحد المواقع أشوف وش اللي بيطلع. ظهر لي ثلاثة طبعاً صغار من الذئاب. طبعاً أنا وجدت نفسي أني بينها بالضبط. صورت الحدث لما وصلت لعندها، وكانت لما وصلت الصغار الثلاثة وشافت أمها، يعني هذا اللحظة سبحان الله فيه رحمة وعاطفة بين الصغير وبين أمه. فجاء الصغير هذه صار جات عند أمها تلعب معها، وكانت تحاول أنها تغذيها، وجاء الذكر جاي من منطقة ثانية بعكس اتجاه الأنثى. طبعا أنا في هذه الحالة شفته فطلع ردود فعل عجيبة، يعني طلع من صدره كنبح، وهو ما هو نبح لكن طلع من صدره. هذه يعني زي ما تقول علامة تحذير ونذير للعائلة حقتها، وشافني في موقعها وكان عند هذه ردة فعله. كان يحاول يطلع ويبغى يتأكد الشخص هذا كيف انه وصل المكان هذا، بحيث وانا قريب من الماكر او الوجار، يسمى الوجار دحل الذيب. فكان يدور من حولي، وكان كل ما له يقرب وكان يروح ثم يرجع لي. يعني الواحد في هذا الحال لازم إنه يلتزم الهدوء، ما يبين الخوف، كذلك يحاول إنه يحسن التصرف. لما قرب وتأكد وعرف إن هذا الشخص هو إنسان، رجع. هذه من المواقف اللي كان وقتها يعني تجد نفسك بين قطيع ذئاب. هذه من المواقف اللي يعني ما أنساها صراحة. في أحد المواقع خالية كذلك، وطبعا عويت ولحظات يمكن 3 إلى 5 دقائق جاني قطيع. طبعاً هذه كانت أول مرة أشاهد فيها هذا المجموعة سوا تمشي سوا، كانت من كل مكان تتعاوى، بس يعني من غير هذا القطيع كان في قطعان ثانية في عدة أماكن. فاليوم عويت لها، فكان شكلها وهي تركض، جات تركض نحوي 8 ذئاب. حاولت يعني أني ألتزم الهدوء كذلك، فكانت قربت حتى عندي، وأنا هذه اللحظات طفت الكاميرا وكانت من حول يمين ويسار، وطبعا شمت وحست ان في شيء موجود في المكان، وكانت تدور وجلست فتره فحست وشمت، لان الذئب حس شمه قويه فركضت طبعا راحت. هذا المواقف اللي ما انساها.